أذهب التلفزيون العربي. على يعني أيضا إسرائيل بدورها قالت بأنها قصفت عدة مناطق واستهدفت حتى قيادي في حزب الله، ما التفاصيل أحمد؟ يعني بالفعل أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال شخصية أو عنصر وصفه بالعنصر المركزي في حزب الله، وهو علي نزيه علي الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي بعد قصف سيارة في منطقة البازورية في الجنوب اللبناني. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عملية الاغتيال تؤثر بالنهاية على قدرات حزب الله، واتهم علي نزيه علي بالمسؤولية عن عدة عمليات حدثت في الفترة الأخيرة نحو الحدود مع لبنان، ما يعني أن إسرائيل من جهة تواصل عمليات اغتيال العناصر في اليومين الماضيين. في البيانات المتتالية من الجيش الإسرائيلي أعلن أكثر من مرة في بياناته عن قصف منشآت ومباني عسكرية بعد رصد لعناصر يدخلون إلى هذه المباني، ومن جهة أخرى هو يقصف أهدافا في العمق اللبناني وصلت حتى البقاع وحتى مناطق في الشمال والحدود ما بين سوريا ولبنان، ما يعني أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يحاول كسر القواعد التي كان معمول عليها على هذه الحدود ويوسع من هذه الضربات، في حين حتى اللحظة في ردود حزب الله على الهجمات على لبنان أو حتى لإسناد قطاع غزة يستهدف المناطق الحدودية والتي اعتاد استهدافها في الأشهر الماضية. في الساعتين الماضيتين رصد إطلاق لصاروخ مضاد للدروع نحو مبنى في منطقة المطلة في أقصى إصبع الجليل، سقوط لعدد من الصواريخ في منطقة مسقاف عام، هناك أيضا رصد لتجاوز عدد من الصواريخ للجليل الأعلى والجليل الغربي وسقوطها في مناطق مفتوحة، وهذا يعني بأن حزب الله يستهدف المناطق التي اعتاد على استهدافها. ولم نشهد استهدافا بالعمق أو استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بعيدة عن المواقع التي أخلتها إسرائيل في أواخر أكتوبر الماضي، والتي أخلت بعمق 5 كيلومترات عن الحدود، أخلت قرابة 42 بلدة وكيبوتس على طول هذه الحدود، وحاليا إسرائيل تخطط لإخلاء مزيد من هذه البلدات إذا ما اندلعت المواجهة مع حزب الله. في المقابل الترقب على حاله، القلق في الشارع الإسرائيلي واضح من خلال عدم وجود معلومة واضحة لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية. في النشرات المركزية في الإعلام الإسرائيلي تم التركيز على أن هذه التعليمات سيتم نشرها بسرعة عند حدوث أي طارئ أو حدوث أي تطور، ولكن هذه الأنباء لا تعطي الأمان للإسرائيليين، وهذا ما يفسر قيام رؤساء المجالس المحلية أو بالأحرى هم رؤساء البلديات بالإعلان وبنشر عدة بيانات لسكان المناطق الحدودية بأنهم بتواصل دائم مع الجيش الإسرائيلي وعلى اطلاع دائم على الأوضاع على هذه الحدود. وهناك توقعات بأنه حزب الله ربما قد يقصف مواقع استراتيجية وبنية تحتية إسرائيلية، وربما قد يقصف أيضا منشآت مدنية إسرائيلية لا معلومة لدى الإسرائيليين، وعليه هذه الحالة من عدم المعرفة هي التي تنعكس حتى على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي هي مسؤولة عن إعطاء التعليمات للإسرائيليين في الحروب وفي الكوارث، وحتى اللحظة لا تمتلك أي معلومة. من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستعد على هذه الحدود، ولكن السيناريو الأقرب للرد المرتقب من قبل حزب الله أن ترد إسرائيل على الرد من قبل حزب الله، وهذا يعني أن السيناريو الأقرب هو الذهاب إلى أيام من القتال، وربما قد نذهب إلى حرب مفتوحة أو حرب شاملة أو التلفزيون العربي.